سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم نعدل هذا البروش هذا اللي شفته على الفيديو اللي بهذا الموزون هذا اللي على شكل بريقات. ها هما بهذا الحجيره هذه. هذه الحجيره هذه كتبع هكذا، ها هي فوق منها وريده. الكبيره هذه اللي كتشوفوها كتبع 3 دراهم، والصغيره ديالها مره كتبع 1.50 درهم. اول حاجه هنايا غنعملو هنايا، انا اول مرة غنجرب هاد الوريدة هادي. كيف ما كنقول لكم دائما، انا غنجربها قدام دابا قدام الفيديو. خرجت لي مزيانة راه انا غننزل الفيديو، ما خرجت لي شي مزيانة غنمسح الفيديو ونشوف شي طريقة محسن. نجي هنايا، غنحتاج جوهر مهرس اللي هو هذا. ها هو دائما الناس كيسقسوني شمن الخيط كتستعمل. انا الخيط ها هو خيط عادي، عملت 5. نعمل هنايا، هنايا سجيني 6، سجيني معوضة مع هاد الفتحة هادي. يمكن تعملوها نتوما النقري في النقري. انا عملت نقري في كحل حيتاش انا منبت على تصوب كحل عليها، بغيت ندخل حتى الوريده بغيت ندخل فيها اللون كحل. علاش كيعجبونا نعملو هاد الوريدات هادو؟ لان ما فيهم لا رشمه لا حتى شي حاجه، وبداو كيعملوهم دابا بزاف ديال المصممين بداو كيعملوهم في الجلابات. كينزلو هاد الانواع ديال البروشات في الجلابات يعني مترشين، وبقاو كيعمرو بهم الصدر بلا ما كيعملو لا رشمه لا حتى شي حاجه، وكتجي بياسه مزيانه. هاد الموزون هذا ها هو اللي شريتهم في السوق هكذا. شريته طبعا انا من طنجة، شريتهم السوق دي برا عند مولي اللي كيبيعو العقيق، ثم شريتهم انا.
ونحاولو ملي نعملو هيدا نحاولو نجبد واحد شويه باش كيف ما كتشوفوا ملي كنجبدوها هيا نحاولو نجبدوها مش كتعلنا شويه على التسوف هيا كيفاش ما كتبان لكم. انا عملت خمسة يمكن نتوما تعملوا غير أربعة او ثلاثة يعني باش تجي معليه اكثر كل ما جبتي كل ما كتعلى اكثر. الله اكبر لان تنسوا الناس في هاد الوريقات هادو كيمشيو بهم عاديين يعني ما كيعدلوش بهم شي وريده اولا شي شكيل اللي عايجي مزيان. وهانتوما كتشوفوا ملي كنجبد كيبقى مزيان. ها هو هاد الشكل هذا. دابا شنو انا من غنجي ما بين كل وحده انا عمل وحده اول حاجه خصني نغرز هاد التسوه هذا باش يبقاو لي هيدا يحافظوا لي على هاد الطريقه اللي عامله لهم هنايا. خصني نغرز عادك باش نخدم. كيفاش غنغرز؟ غنشبر التسوه ديالي اللي هو هذا ونزير الخيط باش ما يتفسخليش ونضرب الضربة الأولانية. ها هي ها هو بقى بنفس الطريقة ديالو. حاول هاد المنقورة هادي نزيد نطلعها ها هي هنايا ها هي العمله ما بين كل جوج ولكن انا من واحد الحاجه خصني تشوفوها كنت كنعمل خمسة دابا غنعمل غير أربعة هنايا. علاش غنعمل أربعة؟ انا نوريكم باش يتزير كتر باش هادي التانية تجي مكورة كتر. عاوتاني نجي لهنا عاوتاني نعمل خمسة هيدا نجيبها ما بين
كل جوج ونعمل أربعة. بالأحسن هاد البروشات ملي تكونوا كتخدموهم بالأحسن عملوا الخدمة على أربعة باش كتجي الخدمة مزيرة. أنا عملت الخدمة دابا على جوج، الخيط على جوج، عليها ما كنقدرش نزير بزاف، كنخاف عندي كيتقطع لي الخيط، لأن إلا تقطع الخيط راه مشى هادشي كامل. هنعمل هنايا وعمل هنايا ونعمل هنايا وعمل هنايا ونرجع لكم. ها هي الاخريه، ها انا عملتها، شوفوا كيفاش كتجي عاليه. الا بغيتوا تجيو عاليه كثار يمكن تعملوا حتى 10 نتاع حيط 10، يعني غتجي عاليه هكذا، يعني نتوما كتحكموا فيها. المهم انا عندي هو ما تحشمتي وخرجت لي الورده الحمد لله اللي هي هذه. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى يعجبكم حتى طريقه الشرح ديالي مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.